الفيديو ده جميل قوي قوي، شوف الأمومة. الحيوان ده انا عمري ما شفته قبل كده، ما اظنش حد فيك شافه، لان حاجة غريبة قوي، شكله غريب وجسمه غريب. ده رايح ابنه، النونو بعد عنه، فهو رايح له، فهيروح له، وطبعا شوفنا هو ماشي ازاي، وهيحط على صدره. دي الأمومة فعلا، وربنا حاطط الحب كله في الأمومة عشان تستمر الحياة. دي العظمة بتاعة الأمومة، هي مش ممكن تسيب ابنها لحاله، ايه ولا قادرة تمشي ولا حاجة. بس الأمومة في الحيوانات جميلة أوي أوي، وربنا زي ما أنا قلت لكم حاطط الغريزة دي في الأم غصب عنها عشان الحياة تمشي. هو عمال يحضنها، جميلة ازاي، عظمة على عظمة على عظمة للأمومة الجميلة.